إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله، كلمة إنه ما أنت دي ربي لأود ونوء قلاضه سبحانه جل وعلا، وحيكون سبسران دونتا موضوع أنيقا إذن كبا نخصية قف كستوء مسلم أنا تابني فعلا، وموضوع آد أجو ذوين إنا سسو أروريو وأن سوكو وشيدة يدنت موضوعنا أنت الماما أيان اسكد يا بإذن الله سبحانه وتعالى هذي لعض إنا كجاري وايو واختيك لا وفرصة إذا إلهي أن كسوك إن إنو نصيئيو أيان اسكد وصول الله من دورنا إن شاء الله تعالى. موضوع مجي عيسى وحالي إلى هذا أم الله مجع بحي سعادة الدارين أما اللي مانت الدنيا آخرة سؤال كبير وحان ده وحاط هذا محان كل إيماننا ليمانت إنه حقيقي كتيرتا هدي أنو ناي مسلمين الدنيا آخرة وامد وقف البؤ بن آدم أصعله أداليه أسيحنيه أسو تشيديو وحوبرنيو والله مامي الدنيا إنو ليبانو الدنيا إنو قوليستو الدنيا إنو كن نجحو نولش قيبه ذاك الدول إيا إنو آخر كو قوليستو درجات كقف كبن آدم كالله سيمد أغوين أو أه رؤية الله جل وعلا إلهي إنو وجه جيسا سبحانه وتعالى أوتصه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سورة يونس كوا توحيد كليم الدنيا ذا مركي تشوغين واللي بانت الدنيا ذا توحيد كي عقيدة ذا وحيليهين الجنة محيكلوا ليهين وزيادة رؤية الله جل وعلا أرتد الربيب إليه سبحانه جل وعلا إليهين سوما أمرك قضب أما موضوع أن أبا هنا هاي أو أبا هنت هاي سكدا مسلمين تأه حتى قال هذا أبا هن وحنقصوا أرورنا يا مركا قضب بدورة قضب ككوبادا وقلت لك لي كمقدمة إيه هربع أن دون يئن له فهمه أصلا أنا كوي يربيران دونا كدبنا وحن طابن دونا السعادة ذو ميشا أي كسي چرتو وحن هو قيبن دونا سعادة ذو كوبادين أي كترتو توحيد كأي عقيدة ذا سعادة ذا إي الليبان تلبادين أي كترتو قبص الشدى سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم قبص الشدى بادة الدنيا آخرة بإلي كترتو العمل الصالح إلا قد ذال أعماشا وناكسل إلا قد ذاله عكسي يدنا وحيا لها لقوها لأكسل وحاد كفهمي دونتا وحانو شاقنا وحكا سور جيدا وهدي آنو لهنا التوحيد بل لقبت بادا وحال لقوها لأكسل شرك يقال لمو هدي آنو لهنا وحال لقبت بادا قبص الشدى السنة النبي صلى الله عليه وسلم وحال لقوها لأكسل راعيتانك بدعة إيه وحوس أهل سودة جميل هدي آنو لانو وحا لغبت بادا أعماشا ونرسن إيه الصالحات كأبا لغبت بادا وحا لغو خسارا كبائرت إيه ذنوب تواوين هدي آنو لانو وحا لغبت بادا دذالك الصننك صلالها إيه الصننك صدقها وحا لغوحي الصننة
ايا لغو بدبادا هدي ليلهدنا وحا لغو خسارا ذنوب تصغائرت ايا لغو خسارا. وهكذا الا عملك اوتو الفاضل من المفضول شيء لغا فضل بدنيهي انا تكو خسارتو او شيء بدبادا كجرتا وشيء فاضل كا شيء خسارة ومركا وقالي المحاكمة وشيء مفضول كا اي لغا فضل بدنيهي. هل كا وحاكو ايمانيا موضوع ليلة المجي عيسى المهلكات والمنجيات وحيالها وحلاقة اللي هو هلاكسمه هي وحيالها له بدباده. هدي عمو سوى النقضة موضوع قيمتي سكر بعد والأبي حيني ومقدمة يهرع موتشي نيسا نحرك هي أتشيدة اللغة اللي هي كلمة السعادة في الدنيا ما كان لنا هاي الليبان تأ الدنيا دو لما تير بيكو تاغنت إلا فيري لما دا تير لما دا الشيء يكو تاغنت يحاوي الاستقرار الروحي والاستقرار المادي. قف إنو الروح ذاك الدقية إيمان كيس إنو الدقية روح دي سو إنو الرالي طاي إيا حاجة مادة إيا تشركة إيا عنتدة وحو فول أيو ماشو الدقية وحو دقان أيو وحو عون أيو إنو كدقية لبدا اسبا الدنيا دا راحة دا دو ايكا كومنت تفصيل ذلك سي بالبالارين تارين تاسي قف كستو بين آدم وحوكا كوبايا اللبا مادو اما اللبا عنصر اما اللبا الرماد بو اسكا التركيب سيهاي الروح والجسد مدوا الجسد كا فراهن ايو مضح الا لغه وحالي لذا الجسد شركاً إيا هيلبك سيدها لفها روحا نظام كان سيدنا وحال إلى هذا جسد روح دونا وامد قفك كتبته كان يسئل ودردقاقه قفك استوى بن آدم كافرا كان أم مسلما مؤمنا كان أم منافقا صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أو امرأة لابد أسوك كوبي يحي حدا انتا قرامي قرم أي نفط دي مرك قرم أي روح دي لابد أس الرماد إنا أنه من والبقان سين حق هذا يكو إمانيسا الاستقرار الروحي والاستقرار المادي. مثال ذلك شركة لوحوكي من لنك شركة لوحلق أبو رعيد يعرض قال جل وعلا في سورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى للك أيان إذن كأبو رئي وعيد وايو نبي آدم بلغ أبو رئي من صلصال من حمأ مسنون روما أيان لغ أبو رئي نبي الله آدم إذن أبين آدم روما لغ أبو رئي وعيد با لغا أبوري لغا أبوري أو عرى لغا أبوري حتى وقفك بن آدم سبحان الله ميل آن قلك أهينكم النوران كرو ميش لغا أبوري ميل آن أهينكم النوران كرو هوا ذيذو وحي مناسبة هاي تركيبك ربانيك إلهيك اي قفك هوا ذا اي أكسجينك وقادم ايو اي قلك أوتوغ با مناسب إسوء. ولذلك اي قفك هدي اي دعلا إنو الدولو أو بارل يشو نفت أو رب هل كان يسكو إيمان لهي كما قال جل وعلا كأنما يصعد في السماء سيدي أصبع أمبا ميل فوق فولا يقالك أيا نفتيس إنتو كلا أيا الله يسكو كينا دليل قف كان ميل أن نلك أهين إنو سنكنو لانكرين وإلا أمريكا أيا ماشا كوق من سمضة أيا كدق لهيدو قريكا سميس الله إنتو نلك أي كتغان لغو من نولانكرو dayax gacmeed raac maxaa la qaataa oksijiinka halkan ma laga qaataa markii dayax gacmeed kala raacayo oksijiinka inta laga qaataa badda raac badda bal hoos u gal maxaa la qaataa soo inta oksijiinka laga ma qaato wa hakeeda bini aadamku wuxuu ku noolaan karo waa halkan saadaraade naftani wa in cunta la siiyo jirkani wa in cunta la siiyo cuntadaasna waxay ku noolaan kartaa cuntada ka soo baxda dhulka taasi raalli weeye naftu marka
سياسي أنا وسي فهمنه وأنا وكل هذا هل كل مرة كان تشوجنه أو ميلا برواق بدل تشوجه أو فرنجير كل جاي من إنه عنتك يا جبوحه والول بدن كامه السمحات عنتها صوص أسمائها نيك أنا اللي يرد إيه شايف كبقولك كارون وجوتشرو كيوسكا أوه ريو كل رجيا كيوسكا عنتها بسيط علامة فروت عنيا يوغر عبيا عنيا وأي عنتك است ويكبوا إحدى مش أقول رسالة شد الله أما كيوسكها أقول أي عنتد وكبوا إحدى حتى نقول يا جيران تكتمها الله يو دكان كان لقى أذى جنية يا عنتد بس الكبوا ذبوا إحدى يا جماعة صور نفط رالي ما أمرك نفط ورالي أنا صور نقطة مركة روح دي مركة روح ذا حقيقة تمت روح ذا وحقيقة تمت سماه يهود أي أوتي من النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق قبتنا وحيد النبي أن ويدين الروح ذا بل ماشي كتمت ورنا قد هي جوافي عن كلام كل ميزانة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفرسوا ويدين ويسألونك عن الروح روح ذا بك ويدين دوران ماشي كتمت قل الروح من أمر ربي هذا الروح العقيدة كتبه سماه كتبه يهود سماها نرباحا لو نفتي لغنة المامي دد جهلاء إليهين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا بس سماه الروح العقيدة كتبه السماء هذا بس روح لو إن سماه لو وحره وحي لو إن لو وحره قرآن كو إن لو وحره ربي وإن لو وحره سبحانه وتعالى هذه مركز الذكر اللي وحي لوايو أو الصلاة اللي وحي لوايو أو الصوم اللي وحي لوايو أو البريضة اللي وحي لوايو أو العبادة اللي وحي لوايو روح دي مدقيسة روح دي مرالي مطعي أبدا وامد أنك قال لنا هاي مروى البابا هل كان البلغ مطر بيكرو هل كان المتشو يكرو هل كان وان كتا قياه ما الروح دي مرالي نقول الله مسا تشفك ما يروح دي مرالي نقول الله إذا استقرار كنفسي لأبن آدمكم ما حقكم يعني للهو لهو الشيء وعلى الاستقرار الروحي وإن روح ألا بذكر الله هاي محاكو حقا ألا بذكر الله تطمئن القلوب سيدة ذبا قلوب توحد دتشي وذكر الله وحكى لأو دتشي الله ما أركو ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحكى لكم أحسن ولذلك وأن إمام وما أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سببت ومعي وحلقت شيء ذكري رب العالمين قلبي مركب حاجة لي إليلي أي حاجة لي وحان الروح ذو حيوب أنت إلا ما الاستقرار الروحي والاستقرار المادي حضر فالاستقرار الروحي هو ما نجده في الدين روح ذو إلى الدكتور اطمئنان يا حسلوني أي هشوا وحيكحر عيكيليسا حقه إيمانك يا دينك يا عقيدة يا كيليسا أما شرك صومها وما نسعى إليه في الدنيا الدنيا يا كيليسا وإليه وحنطق لذا فالسعادة لمن تلهو شيء وحيكولا صليسا وحيولا حيسا بين الدين والدنيا لبضع أحضو ده أي كإيماني سارا حدا لغو شيغيو ما ندعك توقفكو إنو إطمئنان إيه الدقنان إيه حسلوني إنو هيرو إلا إنو نغضو قف ملتزم كوا أو التزامي أو إلالي أوامرت إلهي أسودتي إيه تعالمت أوامرت دينت إيه صحيحة هنا أي إلهي وحسين يا يمنحه سعادة الدنيا والدين إلهي وحو أبا الله قدر يا سبحانه وتعالى لمن الدنيا يا آخربة يقول صلى الله عليه وسلم معني هذا شيئيني ليس الغنى عن كثرة المال وفي رواية ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس خذ أنت النمذ إيا حول بنانت إيا غني النمذ ما أهن إن أضحو ربنا ليه عجيب إن الحضر ربنا لا يدهي ماءها إن تيقف هضن أه أو تاجر أه
او خولو بدن له او دقاره بدن له معناه هذا استقرار يا دغلان كوما يمادو ولكن الغنى هذا انت نيمادو حول بنيدو غنى نيمادو كل معناها سيو وغنى النفس انت الك سيي ان الحمد لله بعض انت الك سيي ان الرال يكون نقطه ايا وحال الى الغنى إلهي سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أدو يذب الوقت ماما يا راحة يذب قيلة أظهر الإنسان قريها حولها أي الله إذن أبو ري سبحانه جل وعلا إن عمتان هيلم كودا إن أظهر القوضة استعماشان إن قريك إستان سيدة سورة الأنعام إلهي كنت سورة النحل أيضا وكنت له سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الدنيا بالوشة يا سيدة إلهي ومتغنى متاع ونغنى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يا حرمي قعنت هتاو يا ديري أو حرمي زينة الله إلهي قروح ديسة أنتو يدر إلا سوق قروح يا دين هوانكم إلي دهب إيا وحقر قروح بدل حدا يا دين وحو قال لكم سيئين أتكو حرمات يا دين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إيا أرزاق ده حلاشة هلمك حلاشة بريسك عانها إنو أنا أتكو إنا عمتان أو أتكو حرواتان من الذي حرم يا حرمي إن حرمي كرتمالي قل من أعمل كيات الدنيا سعادة ذلك الشيء قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى غير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وحتى هذا أرنك وحي أصبنا للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني هو إيمانك لقاها لي الدنيا إلي سأقول التمتعان أيو ألا شيء يا أيق أم كبر إيه وحلا مدى أنك قادين نبي صلى الله عليه وسلم سعادة ابن آدم آدم وحي كفر عمي قوشيسو إيه الليبانتيسو والمرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني صدح نبي شيء صلى الله عليه وسلم سعادة ابن آدم والمرأة الصالحة هواني صالحة مطيع لزوجها زوج كذا أطيع يسا ومقل يسا إنه إلهي جعنت كوسو قليل يا وحلوت الماما يا وسعادة سعادة دنيوية وسعادة أخروية أيضا آخرنا ويكون جدا طبعا مثل الأبضوان معي والمسكن الصالح مسكن الواسع يعني قري واسعة مرتضى يمضنها أتكوك للي حينك تقول عليلي أهين إلهي إنه كسي أيضنا وسعادة الدنيا والمركب الهني المركب الصالح جديد ونفسن وأنكاتش تشبينين جديد ونفسن وأولاد هذا يضمت على المشارطه كجارسين يا إنه الله كسينا أيضنا ونعمة الدنيا الدنيا نعمة هذا أي كميتة أي مسألة كستقن كشاقنا إلي تراحة الدنيا وهذا قلت أنا عرسي هذا وحاول بؤس في الآخرة وعقاب آخرة مركة لا تروح مثلا مركة نري المرأة الصالحة مع عرس هذا المرأة السيئة هوان حل إلهي نقع أنت كوغل وعقاب المسكر الضيق قرعيرئة ومرتية مضراء هذا كوكلا سمنكر المركب السجر المحالي الحن وكل ما كاتش بيا قاري الديني ملك قبت لقبا كبود وقرح وكعواي نلبا شدمي واي خرج شوكتها مالي والبا ها أيضا وحاوين ووح وحيالها الله باصي استأيه كل شبتها سعادة الدنيا آخر قال جل وعلا آيات سورة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين للذين أحسنوا كوا ليمت توحيدك الدنيا ذا مركي تشوغين هي عملك الصالحة في هذه الدنيا
وحيلين حسنة وناك أردن بيليهين كو الدنيا ذا وناك السبيل محل وأبا المرنية وناك بيليهين ولا دار الآخرة ولا نعمة دار المتقين ولا دار الآخرة حسنة بيليهين أرغد الله بضي بواسا أيضا في صدر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين إلى يحله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وإنه إمان تعايدا بركة نكشكين إنه ذكر الله سبحانه وتعالى صدرات قفك بن آدم كأ هبين كيسة إيا مالين تيسة كو عمرة تصبيح تحميد بالغدو والآصال نسك هرية نسك دنب ذكر ودعاء حسد ربي إيا بري ربي سبحانه وجل وعلا الرضا كرى للنقض وحو الله أقر سبحانه وتعالى أرزاق دي الله أقرين كرى للنقض قف كاس إلهي وحو أفر يا أبواب السعادة في الدنيا الباب اللي مات أيو الله أفر يا إلهي لعمل كيس وحو ختم يا وحادي آذ ونفسا يو الله سينا يا سبحانه جل وعلا إتاسي ومقدمة كوبان أو تلماميسة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة حقي ليبانتو كتشفتها مركز سيدة آنو الشيلة ليبانتو وحي كتشفتها والله سبحانه وتعالى قفك وكبت بادنا يا التوحيد والعقيدة بدون التوحيد وبدون العقيدة لا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة بدون التوحيد بدون لا إله إلا الله بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه لا الخسارة خسارة في الدنيا ضيق في الصدر وعذاب في الآخرة قفك مركو التوحيد كقري وايو قفك مركو عقيدة ذي سكري وايو عقيدة صليمة ولذلك ما الله سبحانه وجل وعلى نصوص آذوا فربضاً تلمامي سكسوا والربي سبحانه وتعالى ونبي مجر إلهي ديري سبحانه وتعالى إلا وحولهي وحالا إيد ديري محالي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحقفك بالبادل وتوحيدك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله كلمة أدن بيسقفك أي نقطة مرك أي جيريد وكسوة حاضرت لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله ليه قريبة بادي نيسا ليه قريبة بادي نيسا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله ليه قال إلا دادي وحقدر الله دادي حرامه بسبب التوحيد إن حولها حقدر الله قاتنا أيضنا حرامه إلا بحق الإسلام إلا قفك إنه ليما أصلا مسلمة وح واجبين إلي قصر داديو وحسابه على الله كاسوا مسرقوني أو إذن بذبادك وبدو التوحيدك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نبينا وحكمه صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا إله إلا الله أهوى الليبان إيساني أيها المحيدين وحيدين يقربنا إلى الله زلفا أصنام الإله بينه وينيا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سا إلهي سبحانه وتعالى لو سمين كرا شركاء توحيد خالص وين إله إلا الله سبحانه وتعالى أو برح ترن وإلهي سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي نوح وندر النوح قوم كي سبا أدرني وحونا كير قوم كيجيو
ألا عابد إله أن الله أهل ميالذي لو كان فيهما آلهة إلا الله هي لفسدتا أدوك ردو كتشر لها إله أن الله أهين ولما إله أدوك ردو كتشر لها من وحودي لها ما أنت وإن قبو كدقو من وحودي لها ما وإن قرل كدقو لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا فسبحان الله. إذا إله واحد لا إله إلا أنا فاعبدون إلهكم إله واحد ربكم إله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى إلا قبض بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلي من وحوءها توحيد الألوهية وتوحيد الطاعة وتوحيد الإنقياد توحيد كان أمد أي كبت بارسه أيها النبي لي صلى الله عليه وآله وسلم إلهي غيرك إلهي عدا أهين عدة عابدة أما باردة أما وحكر راسته لا ملك مقرر ولا نبي مرسل نبي لصادر يهان نغضاء أما ملك لصادر ويهان نغضاء قفك إلهي ما أقبل أيوه كما أقبل أيوه سبحانه جل وعلا تامي دكورة وابد بهذا التوحيد كوي هدان دورنا سعادة الدنيا وإلى إيمان كأنه كشر ومتغانا كشر حصيهاي العقيدة الصحيحة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف عقيدة أهل الأثر عقيدة أهل الحديث عقيدة الطائفة المنصورة الجماعة وإن أي عقيدة ناس وإن أي قلبينا كويتين صحابة السلي وحو آمي سنايين وإن أنو أؤامي سنة قلبك وحاك السهر تشيلة وعقيدة الصحيح هي الصافقة شرك قفكم مربها دو إلهي أشرقي سبحانه وتعالى وإذا الله أهل أعابد سانو الشيغني وحاول ينقف كاسي سعادكم أنه لا أنكره. ولذلك ما النبي قال صلى الله عليه وسلم قرآنك كوري قرآنك أكثر من آية ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ما الدليل كوي ما تقرمز ومن يشرك بالله قفك إلهي أشرق ياله ووحكنا لعابده أما وحكنا اللبرية أما عدك لما قنقل أما حق الله لها انتو كقال عدك رصية أما لو ذاتي أنه ولق منكرا إلهي الجنة وكحر قفك كل تقلمه إلهي الجنة وكحر ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار آيات كلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قفك إلهي وحكا لا عابد سبحانه جل وعلا فكأنما خر من السماء وحلمي من قف صمدك صدعي وقفك هذه ديارد يعني التصارع انت تاس او كر او جرت حدي او كسو دحو ما دعيا او مركا شمرتو اي كلا دفتو فتخطفه الطير دبيشنا اي كلا غوغيسو او تهوي به الريح في مكان صحيح اي كتورتو ساسو كلام رب كنت الماما يا سبحانه وتعالى. اذا الشرك بالله عز وجل و من اروع تصالوينك أبوة ويني أبوة عجائب بدن أبوة قروح ذا بدن القرآنك أبحي وحكم ذا آخر كسورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضلوا الله حيث سينا يا مهما إيا تصال إيا مثل إيا وحكو وحكو قالتاني بل نقيسبا إن الذين تدعون من دون الله والأصنام تال إلهي سكديس أدعاب ذيسان لم يخلقوا ذبابا دخسم أبوري كران أبدا أرغدا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له. هذا أكل منه وها إسبير صدينه وأقول إيا وحو البابا هسكو بير صدينه وحوي الماء أبوري كران ما أبوري كران لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا فيريا هادو دقصيه وكاقاتو شيء ويسليدية سليد بأمري جرين سليد بأمري جرين تقصيبه يميدو بركاسو محوكا قاطي هايه سبقي ما كسو عمعين كرام تقصيبه قاطور دولا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب كي وحلقا قاطي العابدي إيا ميتك عابدي هادي اللبادة وضبا دخسيك عي سلام عبو السلام ويدمعان سبقا إيا سليد إله اللمريي إلا كسو الردان مقاري كرام خلاص واطور أروع إلهي تسالوه ويا بدن وبحينا يا كمتا سبحانه تسالها إياك بدن وحاكمنا نبي الله إبراهيم هذا الكوكير عليه الصلاة والسلام لمنك أسلامت عابدي أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم وحين مطغنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما قلنا وحال أغاتي إلى هيدا يلو إلينا هلين وارسلوا عابدي سأل قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وارسلوا عابدي سأل وحن وحبا مقلين أركين نبكو وسكو صوص عودة اسكعلين كرين نعفي سكاني كرين سيدوا عابدي سأل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلهي لما أيقى الله أبوري مس أيقى وح أبوري ما أيقى الله أبوري مس أيقى وح أبوري مركا والتوحيد شرك اللي قال لماذا قفك كتير مركا ما الدريم يا سعادة سبب تسؤ الدريم نوام عين وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم شركاء أدون عدك لا أي الوحلة يهين وعدك لا وحلة ولا جنية أي ما يسكم إدباء ربي سبحانه جل وعلا عدك ليعاب ليسا إذا شركه وهلاق أغوين قفك كتر تنارت بدبادة كوبان يسعادة كوبان والتوحيد والعقيدة الصافية الصحيحة سردا كلام وإلهي سبحانه وتعالى سعادة لمن تأوغلي واتباع السنة وراعتاك حبيب كان صلى الله عليه وسلم وراعتاك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراعتاك سنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام نبي قال عليه الصلاة والسلام وحليه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى دمان أمت ضيذ الجنة يجري إلا قف كديدا ما أهل هذه كورهم قيل ومن يأبى يا رسول الله والحديث الصحيح يا دين يا جنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قفك أنيق أطيعنا جنة قليا قفك أنيق ديننا وقف جنة ديني سعادة أوي سعادة يليبانت واتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا أريد مثل كيجة إيا تصالها إيا أمت ضيض تصالها وحيلة تصاليه رب سمد كيمت
أو مركا دولك كود أي كدبنا دولك اللبا أما صدح أو قيب سمي دولك وحاكم إذا قيب دول بيها أقبل إيسا بيها عب إيسا دوحوين كميلها اللي إلا دو كدبنا محاي كدبنا صو ساريا دوغ صو ساريا إداق صو ساريا دل يدو يبا يكون نولانا يان أيا وحال إلى الروب كقيب نوع سوي قيب تكلنا وامحي وقيب على رسالة وأن قبلنا نين ببيها دوغ يداغل أن سو ساري نين هذا وقفك سنة النبي الراعة عليه الصلاة والسلام وقفك هوري ماشى الضوء حلقة وقف أيدين تجليسو كذبنا كرؤس وصارس والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي ويقولك ونكسري وحو نكسر أي صوصارة سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أيها أيها بدبادة أقول لكم بدبادة يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي والسنة إذا كبدك وحولي حديث كعرباد بن الصارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون وحولي السحابي قال إلى عرباد بن الصارية نبي قال وعدي وعدي آد أحل دير وقلوبتنا أي قلقلتي إنهنا أي اللي انتو كدالتي يقول وعدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكون يا رسول الله كلمة لي وحيوكتها كلمة دردارنا إن الأدوك كالصعطاء يؤكتها فأوصنا نودر دارا قال عليكم بالسمع يعني أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كرأس الزبيب النبي يعني صلى الله عليه وسلم تقوى إلهي بإذن دردار ميا تقوى إلهي يان إذين دردار ميا ويا التقوى وبدبالة أبوين اتق الله حيثما كنت واتقوا الله ويعلمكم الله اتقوا النار يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق التمرة يعني التقوى وشيء أبو هريرة ملك لو يديوني ما هي التقوى وحويني ولقى أذيكم كبق من مال قد حبض الممرت مركاسو لها مركاسو لمحاسب إيسا وين حيد حيته او مركا كروقاتا لقطة يندها الإسرائية ماشا الان لقطة ديگا ايو ايامو في صلاة سينا قد ايمودين مركا سوحويني هذا ما التقوى ذا اللقو شيئا يوا انت واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وقال الشاعر آخر إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب هذا المال كلي لأن نغطه هذه هو كلي وهذا هذا كاميرا هيسا كاميرا إدوم هيسا محايا لي يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما يعلم قرآنك انت كس أرورتي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ربي سبحانه وتعالى وعليم بكل شيء ولذلك عقيدتنا وحاكمنا قدر كمرك الله قال الله يوم علم كوء الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلهي وحكا قرسل ماجر سبحانه وتعالى قرآن شضا تضبضا قل ملك أبوه السيسة السعطة همينك مقدق قد عركاء روما بوضع روك دائيو ضروره هلك الأيتوغان قرح يضيح أوسن شرين ماشا لامك أقص عطا ربك يرى ويسمع ونا أركا ونا مقرا سبحانه جل وعلا إذن وحان ربنا إلى أن قالنا إلى أن أنا وحاول بدبادد وقبس الشذى النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحويا وإلى مقشان خلفاء الراشدين الأربعة عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور قربك وكيل دون إن شاء الله تعالى قيتي صدن باب مركا التمسك بالسنة أولي عضوا عليها بالنواجذ جوز دنبات كإن سنة الله قبصه آخر الزمان ك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال قاري دونا قفك الدين تيسا كل جن آخر الزمان ك وكالقابض على الجمرة وقف من بل دبق عن تقوايا لما مدوي إنا سيدة يسعود دين تسكي بحل إيا إنا كل جن تهكو قبتي لبضاس وأول لبضا حي لي سنة محيبة بهذا النقطي يعني أركب بو نبي من على الوين أو بركين تيسا كل دنجيجة أو وحو دونا عنا يولون جينيا كدب نجي لهذا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه كتاب القرآن كأوحان وكأرقنا يبان الراعينا سنة النبي جديدة أو سنة النبي إنكيرا قرانيين بل إلى ذا قلال بينيهم بالطوغ يلا إيا محال إلى تويتر ذا وحي كله المحال إلى ذا قلال أي كد وضان شيعة قرانيين إيا وحان لقرانيين با أو اللغان هذا كوها الله أو أفصامالي كوها الله وطلو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقفك ديدا سيوتو كذا ألوى سويدية أقيموا الصلاة بالقرآن كو أرتب إنت رجع ذو اللي تكينا يا قرآن كما يكوت الله وحالا أخرنا يا قرآن كما يكوت الله هل الركوع على إليه سبحان ربي العظيم لأنه ما يكوت الله وحاصر المال أي كتورين بأذو قرآن قرآنيين بلقنا هذا إذا أيها الإخوة سنة النبي إنا نكون لقنه ظاهر كذا يا باطن كذا نغم وقته نبي صلى الله عليه وسلم حبه سيئة شعيك سبي أبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وبذباذله ورمد نبي له دون صلى الله عليه وسلم دبا حوض كيغا يضر كيغا إنا أعطينا كالكوثر كسو أروري دون مال انت قيامه مركاسا سنك كل فندونا وقلبك النوصة صعدقه هلاق يدبك كيني كروامحي وصلنا كسور كيغا والبدع وما أدراكم البدع بالعوة حيث يمحن كجرانينا وإحداثه ودين تقول لبضره لبنا صابيري وحن دين تقان كميل أهين نبي محمد نوسى الأغين صلى الله عليه وآله وسلم ما من يهودي أوي من عمر بن الخطاب وحكيري عمر بن الخطاب آية في كتاب الله أو آية في كتابكم آية القرآن وكتابك إن كجرته هذا أنك نوسى الدقي له يهودي هدانون هاي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ما لنت عيد بانو كرنك اللهين عمر وحيري آهية بل إيشي يهودي وحيري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة أيها الله سبحانه وتعالى آيدا حشي وما لن جمع وحيري آيدا نوحان قرن أيها ما شيكو سودكتي إيا مكانك وعرفة مالين توا مالين سجالة سنتك وسنتك تبنات عيد كسر دكتين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قار صلاة عسرين سودتي إنت أرنب وشيء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا حيث المامسة دين تأنو هاي السنة إلا لما يستري أين وح زيادة أبهرين وحنا اللي جد جوين كري ورميد إمام مالك له رحمة الله تعالى عليه خاف كده دين تإسلام كأن وح لغوص صدرة لغوص صدرة أيام مدن وحوتهم هي إنه نبي محمد رسالة الله سليمي إنه خياني إلهي وحكر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نبي محمد وقارسي وحي ربك حقي سلقا قسودة شيء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا سمينينا رسالة ماذا القذنين وحكر الأولي ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحانا بهن هذا هذا نوتي رسو وحنا نبيهم هذا نوتي رسو هذا هو النبي محمد بعدين لأخذنا منه باليمين وارتميك تانوك وقبل لهين ثم لقطعنا منه الوتين حدث كونها إيجا سيانوك قلنا فما منكم من أحد عنه حاجزين عيد النجاكة رسالة لما أركان آيات كاسا النبي كسر دي صلى الله عليه وآله وسلم
مركا نبي إلو وحق لي حاشاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلهي ما قلبي سشرحي وإيمانك كشرحي سبحانه جل وعلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نور كاس النبي كبحشري صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم من الله برهان لقد جاءكم من الله لقد جاءكم إلهي سبحانه وتعالى وحيله إلهي إذين كاري كتاب نوره وحجئي عضيوته أي الله إذين كاري سبحانه جل وعلا. مركا النبي رسالة ذي وابد بدعه وشيئا دينتا كمن أين لو صدره بدعه وأشياء إلهي لغفة هذا كوه أقوى وين أي بدعه كجرته أو حالة اسوي دين كرته كبائر تأيي بدعه كوديه هري بدعه يا كبائر تقفل وكبائر كردعه وذنوب وين كردعه إيا إنو بدعه كردعه كذا خطرسن إنو بدعه كردعه خطرسن ولا إذي شيء يا سبب كي يرى حبا قفت مركم معصي كردعه وأجي إنو خلدين سيصح وأجي إنو خلدين كما إرتوا وين زنادا كمذا خمرذا ولا عبا كمذا وأجي إنو خلدين وأكش الله يطونا يا وأكول ولا يا وأجي إنو خلدين لكن صاحب البدع وسلق مين دين بين بكتها واحد وأبكوا دين يا حبب وكونوا فريا حبب وكونوا فريا وأقولت وسوت عليا دين بواحد الله يستاه سيدا درادة أيا منك صاحب البدعة أيو إلهي كما أقبل التوبة إلا قف إلهي وافتشي مويا سبحانه وتعالى سببت أو إسلق مية بدعاد رأيات بيقوب بدلت هايمانت وإلا إسك إلانيا بدعاد الله بيقوب سنتا كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة بدعة قفك جارسين يسجلمو هي بدعة أن جارسين ينجلمو بدعة قال لماذا قفك جارسين يسوا خطر ويمدا بدعة قفك جارسين يسجلمو قفك إلو آمنو إلى يشيران ضد إلهي سبحانه وتعالى كون كلام مامور يا نقبة والنجبة والبودلة يعني إن من كون كإلهي لما مامورا أو صمد الله هيا وأيجو صلاة من لجرف عينه وقالوا لي لماذا لا تصلي وحيهن المحاذو تكلم هاي ولم يعلموا أني أصلي بمكة وحين أجي ناس مكة كسر من وين الله بركة يسوع أيها وحالي إذا ورما تكتت وجماعة لي مساجد كتمادة وحين أنو حرم كسر تكلم وانطولا بالال باللهي باب كيجعل لما جلي كرب حرب حروي بدأ أيام حلا صادر هذا أنه كعبدا أيام كسر تكنا لكن مرينكم تكن هذا ولي من أولياء الله عند بعض الناس نك أصو كلاذك قارك وحوي ولي بوكية ولي بوكية هني كيلي محي نكيلي وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته أي مكان أرك إله من قر إله إله من أركيب له إلى أي إله مكان أركنا أي من أركيب له إله اللي وش يجيو صامعه ويراهب صوفي كتر بولكيس كتبت نوت الله كتبت نوت الله إلا إله هذا نكهب إلا إله هذا وحكم إذا من قبديس يفضل جيس إنه ما نخد بأقريي أسوأ قاول أندر قبل من فضائله فضائشي سوى حاكم إذا ومن كراماته نك إنه أولي النمديس إيا كرامدي سوى حاكم إذا إنه خد بأقريي أسوأ مرئي قعن قاول هذا هكذا يعقل هذا يعقل يا شباب ما تاسو عقلك بن آدم وأقبل كرا إلهي إنه عورضة أن أصور له أي إلهي نغوط لقل لكن إني أسوه قاوة خطبيني هذا لا إلا إلا ولي من أولياء الله
وحيالها غريب كإياب كبضبع كمت مرك قف كآمين سن إلهي إن عدك لأي وحلا ماموش عد آمين سن إن إلهي عرك يقولك لا مامولو عد آمين سن قف لنتي أقولك كتشرة إنو وحبحين كرو وحنا ديدي كرو عذر ركيني كرو عذر ركيني كرو كرو عافمان أو كيري كرو أولادنا بحين كرو بدعا سوى بدعا خطر أوي شركوي ونوع الشركي بيصوب شقيت سيدا وقيت الشركيات كوي وحكا بدا بدعا وياها الآيات كأفافل بدعة المولد إلا إلى هذا النبي قال بلا شلو عنك يا صلى الله عليه وسلم ولما وقت قدم بآيات بيقوم بدرسا محايا لي واشقو أي دبدا كوضان قالدو إيا رير قلبيتك أيا كوضا مرو البابا الدبدا دتك موضوع أنا كلا أسع أنا يا أقول ذلك مركز طوي السنة ضعيف تمحات بدر يا بدعة أيا بدر إيسا بدعة المولد نبي محمد وانو تعالى صلى الله عليه وسلم مرو البابا صلاة الله أكبر الله أكبر مركان لنا ما قلتش أربع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله التحيات كما نبي قلنا وجه صلى الله عليه وسلم سيدا وحو علمنا نبي قلنا بري إلى ملي تكو عنه مشخوش سيدا نوق الله السقع أيام وددي سراعنا هذا حبه نبي قلت عينك صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال دي قلت لي تري إله ما أنت الله وحات كل هذا بالليلي هذا الإلهي تعيشهين أنا يصور راعة اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم نبي قال راعتان كيسا تاوى يحب كيسا النبي قال لا أطيعه وأسأل لك أمر قاته قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إلى رسول كهديد كيران وحيد النولية فلا وربك لا يؤمنون كما أين الرومين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ضد نحن وضدت الله هد إنت أي أذيك وصوا نقريان سيأذوك أصارته كما أين الرومين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت كدمنا قلبي قضى أين كوايان إنا نفسنا يا واحد كحكمتي وإنا قلبي قضى رالك النغضان حكم كنبي محمد وأذكو حكم صلى الله عليه وسلم حبك النبي واتباعه ودفاعه صلى الله عليه وسلم وأصير إديس إيا الدفاع إيسا صلى الله عليه وآله وسلم وحو تشعراء إلى تشعراته وحو النعمان إلى النعماته رسالة أنه كان إلى الملك إيا قوستن بيتك أكو قبصنه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم قفك السنة نبي كتغة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إذا السنة نبي صلى الله عليه وسلم قفص الشديد أي حب كيسة يجعل كيسة عليه الصلاة والسلام لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مال معين أيام وحود إليها فأهلا وسهلا لكن أين دليلك على هذا سعيد هذا ما والعبادة تحتاج أو تفتقر إلى دليل عبادك استوحيوا بهذا الدليل من الذي أمرك يا أليك أمري هل فعل الرسول نفسه ميا وهل فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعشرة المبشرين بالجنة أصحاب بيعة الرضوان أصحاب العقبة المهاجرين والأنصار التابعون ومن بعدهم جوابته وأميا أليق مياكتش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جواب قطع لنا ضهي سمايا
ما وحينا أيقو فهمين من يلا دوقو فهمتي وهم فزين لهم الشيطان أعمالهم إذا الشيطان ما وحنك وقرحي شيطان بك وقرحي مع الأسف يا غلية وحاكم دل إنت دين تلو الشيء أيوه وقال مدقيد قيّن وبيكو بحق الله لي قيد قيّن وبيكو بحق الله لي بدعة فافتري كميتة ياد بدعة الموت صار مع إيه ما أنت ملك هوستا كارا حريق كرت مجرته إنه نبي قلنا الربيع الأول بش الله إلا إلا مية طن كذا ما إلا مية طن كلش ما سقالي طن كلش ما يركنوا نش ما يكملوا بش هدي عنا بيجا تعيش هاي السنين إيه خميس بسومي ترى يصون السنين إيه خميس بسومي ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصوم تاسع تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرورت أن أدينا إن أرد الأرض من الدرشة سيدنا محمد هو أقرأت صلى الله عليه وسلم إن الله شلو عليكم مارك الله سمعين يوحى كدر لنا يبدع يمنكراد يصلحقل يإختلاط يو مدائح للقادة يأمانة للقادة يحد قدب كالنبي محمد كوة أيضا حدث ولا حرج إذا قضب كاس بدعنا وقضب خطر وإن إسك إلى لنه وإن في البديه الأمثلة بدعنا أنت بلدتك أي بسؤال وريان خلق كلا وبتبعدك أو حويان العمل الصالح عمل كوناكسا وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم إلى المحيين من عمل صالحا قفك عمل صالحة والله والشرط له الإخلاص والمتابعة إن إلهي الدرت والسميسه إيا إن النبي محمد كغدا صلى الله عليه وآله وسلم عمل كلا وضع شرطي لبا عمل صالح الليلة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما حكون نورانينا حياة طيبة أو كشي كيريني نوران وناكسن بنكون نورانينا أبو رب الله سبحانه وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وحكى لو كم إذا الله سبحانه وتعالى آياتك كلا يقول نوت المامي من عمل صالحا فلنفسه قفك عمل ونكسر أو صالح أو توصل أو ونكسر الله ماذا أسرع أي إسكاله ومن أساء فعليها قفك حمانك سمينا أسرع أي إسكاله إلهي سبحانه وتعالى وأمدك له شيء يو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين جزاك الله خير والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات أعمال شاسر فيه والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آياتك هاتا بير إن سوف سيري كريم إلهي سبر برقيقة يرقى يدمر كعباداتك كلا دول إلهي وحكو ختمي إن إليهن أجر آذوين وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
سورة آل عمران إلى كتل ماما سبحانه وجل وعلا معانين تعرف والخير كود الدجا وسارعوا إلى مغفرة دم بداف انتكا وعملك صالحة وجنة عرضها السماوات والأرض يا لودياري أعدت للمتقين فليتنا فصل متنا في سونة وعملك صالحة آويا نبي وحال ويدي قفك بن آدم كعمل أوقف تمحى أوفي عن أي عمل كأوفة بدل محوية هاي مركز وحو نبي الصلاة على وقتها صلاة وقتها يدل تكذو سؤال كان لويدي وحجر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عمل وحا أو خير بدل ألا أبتيسة متكل الدائمة هوا هوا يرانئ أحب الأعمال إلى الله حديث القدسي سوما قرنيسان وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما تقرب إلي عبدي بالنوافل إلهي وحو وجه عليه لو قد وهذا وحو نو واجبي سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله صدح لقي بابا وأهل الجنة إن شاء الله قروا سابق بالخيرات قروا مقتصد ويدعد عيسان قروا ظالم لنفسه هذا رمح أوفى ضبطا سابق بالخيرات ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كل ذلك وضدك إلهي عملك وناسا ووترق سبحانه جل وعلا صحابه وحيئها ينكو أترتم خيراتك أي أترتمي كرين يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلعة الله غالية ألا إن صلعة الله هي الجنة قفك الربائن بوري يهبينك قفك الربائن ملقى لفك أصبع بقى يهبيني مصعلا هبيني ماذا نركوا والسودوية هبيني ماذا مرك الله قورينا يو سفر كهبينك إيا سفر كمارين تواكر الله سفر كهبينك إلهي بعدتك نركوا والسودوية اللهم اطوي عنا بعده نبي أكدو عيسين شر إلهي نركوا الناس وضوب إلهي نركوا الناس ودوية ولذلك ننك التوبطة كامي إذا بقولك نندي لي مرك اللي يلنركا كتب ونركا لتك وأصاب سعود الجيريد وتمد وحقول دعي ما ليلة إنه عقص عليه وقول دعي أحاديث قارقود وحي شيء إلهي بصور دويي سبحانه وتعالى نلك ها وقص عدي أي محل رأيك صور دوي سبحانه جل وعلا إن ميتك قول دوي هاي ميتك قول دوي هاي بعضك ما رأيت قادم بالليلي مرك غاف مرك الصفر كيا ومرك قلها الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده إله من يشفق نوصده إله نوصده وين اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل دعاها سألود دعيتها ولذلك أيها الإخوة أي إلهي سبحانه وتعالى أعماشا ونواناكسا من خاف أدلج قفك عبصره قوريا ومن أدلج بلغ المنزل مشو الدور أيو قارا قفك قوريا ألا إن صلعة الله غالية ألا إن صلعة الله الجنة قال جل وعلا في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مؤمنين ربي قد بين نفته ذكا إيبيين محيو غيبي محيو غيبيين نفته ذا وحكا غالي سن بيكو بدلنا يان الله معي هدوا جنة نفته ذا وحكا غالي سن وجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون على المنكر والحافظون لحدود الآيات كعجائب كبدا أو نفت أو لبحيه أو نفت أو الجهاد للقله أو أيضا للجهاد أعداء إلهي للجهاد سبحانه وتعالى وحويان وأغلى
وأوسر أي قفكم نفتي سأكب عيرا ومد الله سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وفي ثلاثة سعادة ما إذا تصيا تجارة إذا انكبت بهذه نيسا عذاب كألا تؤمنون بالله ورسوله والتوحيد كشيئني وعدم البدعة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سعادة الدنيا إله سبحانه وتعالى مركو كور رميه وامتك النبي إليه صلى الله عليه وآله وسلم ونعمة المرند مامينينه إن النعمة حولها كذي أماهني ولذلك الصحابة ترافس كأشيغيني وحاجة للصحابة أيها النبا أها فقراء أولي لي أصحاب الصفة ما نبي دعوه ذي وابن آدم وحدا يا رسول الله عبد الرحمن بن عوف أبو بكر رضي الله تعالى الصديق عثمان بن عفان أغنياء الصحابة يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق حاسد لمن معها وغبطة إله أيقنا الزيادة أنقر أيقوك لنقبك سأل أتوك ني أتوك ذان أو سأل أصر ني أصرمان لكن حول ألسي يووي وحبي بحصدان أنقص وحمصد قيسن مركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسبحون الله وتكبرون الله وتمجدون الله يعني التسبيح يتحميد بلوشة سلالها كذب 33 صدون إيا صدح جاء يا مقلي أبو بكر بها مقلي عثمان بن عفان بها مقلي عبد الرحمن بن عوف بها مقلي أغنياء الصحابة وهدم يا لقحي أيقنا ما يا هريك بالعبين يا رسول الله حضرنا أنت يا شيرتبي أيقبا حضرنا قبضين أيا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء شيء والبقض سميسان أجر بائل كسرا وفي بضع أحدكم صدقة حتى حاسسكين مركز قرش لتقيسان صدقة إذ كترت ومحاس كيلا وأم قبل لتقيسان صدقة إذ كترت كورما هذا حرام شهودي ندتشين لهيدين ما أجر بالذين قل لها مسوزر يا دنبي ما يدنبي بالذين قل لها فكذلك حدي حلال دتشيو محلو قرية أجر بالو قرية إنما الأعمال أعماش أذيك أكدك كرم هاي صدقة أذيك أكدك كرم ولا جار أذيك السمين كرم إلهي وحوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى وإيمانك وهدايتي وهنونك فمن اتبع هدايا قفك هنونك يرعى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري قفك ذكري كجسنة فإن له معيشة ضنكا إذا فطريق النجاة في الآخرة والسعادة في الدنيا وحويا والإيمان والعمل الصالح سيدا أنشينا أيضا قرآن كأه من عمل صالحا شاعرك وحيري للدين سعادة لا يشعر بها إلا التقي دين تدحي هذا وحاكو نحسوا سعادة الإيمان ما ندريما إلا متك تقي أمويين سيدا سامرك إمام الشيخ سلم التيمية الله حيري أي إبن القيم وحودي تري قرت أن نحوغات درينا فطور إيه الدال حق عبادة وحانو تري تري الشيخ الإسلام أوحرا مركاسو كر أي نوسو قالي تري مركاسو مالين تدن بالليلي يا إمام ما أنت والودي ليا مركاسو لقتل شهادة هدي اللي يدلوا شهادة ما يودن كنبا لغا ساري وحويري خل وحويري نفي سياحة وابد الحيس وحاكلوا اللقو يري واللقو حيري خلوي محويري أنا قلنا الإلهي حبسي خلوة حبسي إلا يحرنا وابا إلهي أنا أيابا قوني
يسون قولنا سبحانه جل وعلا هذا الإيمان ساسا كانت الصحابة إلى أيقو تكن هي أو صلاة كتيرة أنت نك يهودي أو يمادو أو فلاردا كل لفتو إنو سندريمين إن فلارد كتالو أو هدرا أو كعليو أو سندريمين إن أي فلارد كتالو مناجاة ربي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل مراقبة الله عز وجل الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ساسي عملك صالحة أي مروى البأي وقد ذلك شرين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنقهي مركي أوريس موضوع عبد الله بينه وأن كعذر دارتي إنه يهي موضوع دير هذا المر كده ما وايو وقتك لا إلا إيغو أي مركة أي ضروري تهي عملك صالحة وحاك السهر جيدة الذنوب ذنوب تأيى كبائر تأيى كسهر جيدة كبائر تقفك إنه كفك هذا معصيدة واوين إنه وقفك وكفك هذا سبع الموبقات الشرك بالله السحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل الربا أكل مال يتيم التولي يوم الزحف قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ذنوب تأوين قفك إنه كسيف هذا خاصة أيضا وحويا وحيكون من ساعة عملك صالحة إن أنبضنه سننك وحي كمتها سعادة الدين والدنيا تصالح عجيبة هذه الشيء واتسأبت هنا واتقرن إنسان لكن ومن باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تعالوا نؤمن ساعة كاري أن ساعة إله الرومين تاري ساعة بر إله الرومين الناي حل إماك وابتا كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة وقل إنما الإيمان وقول والنية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يما وفي الوزن يرجع إيمانك طاعات كزيادة ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسولا كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربي يتوكل نعم إيمانك وزيادة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوب إلى ذكر الله سببت قلبك أدب حين يوامحي وإيمانك يا شعور تداخلك إيقفكم مركو مغلى القرآن هلا يا بنا سيدون الشاعر يحيي ألا إنما القرآن تسعة أحرف سأنبيكها في بيت شعر بلا ملل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة حكم مثل قرآنك اسبربر لها الترغيب والترهيب مرة واكو سودوين مرة واكو عبسيكرين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أشيك الضوامان إلى الدنبي قدافه وأن عذابي هو العذاب الأليم وإسبربر لها إشاء وإذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي في صحيح مسلم إن الله ليملي إلهي وأسأتنا للظالمي حتى إذا أخذه لم يفلته هدي وقبتنا كما بحصد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أملي لهم إن كيدي متين إلهي قبشري سوي أذكته ولذلك الصحابة محاجر أنبيضوا إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهلا لبضاس بين الترغيب والترهيب أدحيا إذا هل أرنع عجيبة من باب وذكر فإن الذكرى
أيها وذي إن أبي إلى الله حتى يأذي شيء من صلى من صلى قف كذا ركعتين قبل الفجر قف كذا لبر ركعة أو صلاة الصبح قه الرئيس النبي كنت لامي صلى الله عليه وسلم يا ركعتا الفجر نص حديث أخير ركعتا الفجر لبدا الركعة ذو صلاة الصبح كه الرئيسي خير من الدنيا وما فيها سبحان الله خير من الدنيا وما عليها رواية الدنيا هي واحد دوش هذا سارا الذهب هي الدولار هي الديمن هي الدمر هذه اللي وصيه وحكى خير بدل إلهي إنه كوافتيه إن الله برك عظم صلاة الصبح كه إلى تكتب من صلى قبل الظهر أربع ركعات قف كأفر ركع عظم أو سنة الظهر ككار مريا إلهي وجهي سوء كحر منات وصل وما تقرب إلي عبدي بالنوافش يقوم له هذا وكنا بيقول إلى أحد القدس إلهي سبحانه جل وعلا إذا سنن كإلا بضيه صدقة صون كالسنة هذا وارت يوم عرفة قف كالصومة محمد النبي صلى الله عليه وسلم سنة كلا سنة كلا صور رافي إيا سنة كالصور سعدوا إلى هيدين بلا قول رافيا صغيرتها هيا قف كالعشوراء بيش محرم سقال كذي يتمنى كذا قف كالصومة إلهي سنة كلا صور رافي ودين بلا قول رافيا هيا أيام البيض صدح لما المودة بيش إسلام كو صدح يتمنى شري يتمنى يومي الخميس والجمعة والخميس والاثنين لماذا ما المذكر والرمى وهكذا أي نبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان قفك بشا رمضان سوء عمره يستا وحول لأجر يهي قف أنيق إلى حجي أو أنيق راعي كأننا سحابي إن النبي قال لسعودي سحابة لسعودي قفك بشا رمضان سوء عمره يستا وحول لأجر يهي قف أنيقا إلى السعودية مركز سوء عمري سنة نبي أفر تيارب سوء عمري سنة هل مرة واحد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي وحن ودي سنة توفيق إلهي وحن ودي سنة إن أعماشنا نور يريه سبحانه جل وعلا سعادة الدون إيا آخرة وقبص الشدى كتاب القرآن كأ إيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ونفسا إيا صحيحة إيا صافقة إلا تكفى واشد بدعة إيا خرافة إن أتبريسو عملك صالحة إن أتكفغاتو كبائرت يذنوبت واوين إن أتبريسو السنة سننك إن أتكفغاتو وحيالها إسك مباحة يقفك محال إلى إيكين إنو صبت سنين وحيالها مباحة إمركا وقت يكرم مينيا إنت أيام كسو قبيني إن شاء الله تعالى ما أنت كلمة دينا إلهي وحان كبري إنو نقو أنفعه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.